السنه دي اللهم بارك، يعني نقول قبل اي حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احنا كلنا السنه دي فرحانين جدا 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 لان الجمعيه السنه دي ربنا كرمها بحوالي 13 عجل وخمس خرفان، اللهم بارك يعني فالمستفيدين السنه دي اكتر من اي سنه قبل كده. اللهم بارك يعني بفضل الله حوالي من 1000 او 1000 ونص اسره تم استفادها السنه دي بفضل الله، يعني حوالي 5000 فرد استفادوا من لحوم الجمعيه، غير طبعا حاجات كتير جدا جدا، حتى اطفال الجمعيه بفضل الله استفادوا من هدايا بفضل الله، هدايا قيمه جدا جدا، وحتى بفضل الله برضو نفس الاسر دي استفادت برضو بفلوس، يعني ظروف ماديه يعني بفضل الله وهكذا يعني. تمام، الجمعيه على مدار السنه بتقدم للناس حاجات كتير جدا، يعني من ضمنها علاج لغير المستطيع، بتقدم بفضل الله مساعدات ماديه ومساعدات عينيه، وبفضل الله عندنا مقابر بفضل الله، عيون مقابر صدقه برضو. الجمعيه برضو بفضل الله قائمه على مسجد بيتم انشاؤه ان شاء الله، تحت الانشاء بفضل الله برضو. الجمعيه بفضل الله في مساعدات كتير جدا بتقدمها للناس، من حيث مثلا موضوع لو في مثلا اي مثلا مشكله ما بين مثلا اسرتين وهكذا، بتخش برضو تصلح ما بين الناس. طبعا عندنا بالفعل اسر موجوده حوالي 500 اسره موجودين بالفعل، يعني بيتم استفاده ماديا وعينيا ليهم، وفي حوالي 300 400 اسره تحت الانتظار منتظرين بفضل الله كده ان شاء الله ربنا يكرم، بس باي اموال مستمره، ونحاول ان شاء الله ان احنا نتواصل ونديهم للاسر باذن الله. عينيه بفضل اللي بتقدم مواد غذائيه مثلا بقوليات بقى وهكذا، او لحوم او خلافه، وفي برضه حلويات بفضل الله برضه بيتقدم بفضل الله للجمعيه للاسر يعني كده اهوت، دي العينيه. الماديه بقى اموال بفضل الله. مرتب شهري يعني. مرتب شهري ثابت بفضل الله، يعني ما تقطعش ابدا من ساعه ما احنا فتحنا الجمعيه بفضل الله يعني، وبفضل المتبرعين اللي مستمرين معنا حتى الان. الجمعيه بفضل الله بقى لها حوالي 10 سنين متواجده، وبفضل الله في زياده سنه ورا سنه، يعني اللهم بارك، يعني السنه اللي فاتت غير السنه دي، السنه اللي قبل اللي فاتت غير السنه دي، وهكذا يعني. الجمعيه سنه ورا سنه بتبقى في تقدم وفي زياده، من حيث المتبرعين، من حيث التبرعات نفسها، من حيث حاجات كتير جدا يعني. تمام. انت طموحات الجمعيه الفتره اللي جايه؟ والله طموحاتنا بفضل الله، طموحاتنا اللي جايه ان احنا ناسس مسجد تابع للجمعيه، المسجد دوت يكون يعني في مقر الجمعيه، وينشر الخير في ارجاء مصر كلها بفضل الله، ويكون عندنا ولو حتى مركز للجمعيه او مقر للجمعيه في كل فروع مصر كلها.